السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية. معكم أحلام اليوم إن شاء الله مع درس جديد سيكون في الربح. سأتكلم عن أصدق موقع في مجال البي تي سي، يعني مجال البي تي سي هو الضغط على الإعلانات. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا. طبعا الكثير يكره مواقع البي تي سي، ولكن انا اقول هذه كل شخص يريد ان يحقق ولو 1 دولار. يعني لا تنتظر اي شخص يعني ان يعطيك، ارى اشخاص يطلبون من شخص ارسل لي او هل يمكنك ان تعطيني 1 دولار وعندما اربح سارجع لك 5 دولار. فيمكنك اخي البدء بهذه المواقع الصغيرة. كيف ذلك؟ يعني فقط لا تسجل في موقع واحد بي تي سي وتقول يعني لا تحصل على المال كثير في مواقع البي تي سي. سجل في عدة مواقع اخي، يوجد الكثير من المواقع الصادقة. سأضع في كل مرة فيديو عن كل موقع صادق في مجال البي تي سي. يعني كل أتخيل معي إن شاركت في 10 مواقع، يعني على سبيل المثال في 10 مواقع تحصلت على كل واحدة في 1 دولار، فلديك الآن 10 دولار يمكنك من خلالها بعدها البدء في أي مجال تريد أو تستثمر أموالك لما لا. سنتكلم طبعا أول شيء على الموقع الصادق في مجال بي تي سي اللي هو موقع كليك سانس. الكثير منا يعرفه والذين لا يعرفونه، هذا هو موقع كليك سانس المشهور يعني من 2007. يعني ظهرت العديد من المواقع البي تي سي ولكنها فشلت ولم تستطيع الاستمرار، لكن موقع الكليك سانس من 2007 يعني مستمر. كما تشاهدون ترتيبه في الأليكسا جد رائع، 791 في ترتيب الأليكسا في العالم، يعني جد رائع. لهذا هو موقع جد موثوق صراحة. كيف التسجيل فيه؟ أولا سأضع لكم الرابط إثارة التسجيل تحتي. للتسجيل في الموقع عليكم إلى الذهاب هنا عند الدخول في الرابط، فبعد ذلك تضغطون فقط هنا first name last name، وهنا email الخاص بكم confirmation email confirmation email، هنا الباسورد وإعادة الباسورد يعني كلمة المرور، وتضعون user name. بعدها تقوم بعمل I have agreed وتعملون sign up. أوكي، ستتوصلون برسالة إلى حسابكم بالإيميل الخاص بكم. تقومون فقط بعمل بالضغط على ذلك الرابط لعمل validate أو activate لحسابكم الخاص، وبهذا تكونون قد أتممتم التسجيل في الموقع. وننطلق كيفية البدء من الربح منه. أول شيء نذهبون إلى هنا sign وتضغطون عليها، تضعون الإيميل هنا يوزر نيم كما قلت لكم، ليس بالضرورة وضع الإيميل، وهنا الباسورد، وبعدها تضغط sign. كما تشاهدون هنا هذه المعلومات الخاصة بالأكاونت الخاص بي. اليوم قمت بالضغط على 16 إعلان، سأريكم كيفية ذلك. ربحت لحد الآن مع الموقع 23 دولار، ويوجد العديد من يعني ليست فقط مشاهدة نموذج إعلانات ما تربح منها، لهذا سأريكم جميعا. نبدأ بأول طريقة وهي الربح من مشاهدة الإعلانات. فقط تذهبون إلى هنا View Ads. كما تشاهدون هذه الإعلانات، يوجد الإعلانات هنا التي تنتظر فقط 5 ثواني وتتحصل على 0.001 دولار. اوكي، وهنا يوجد تطبيق هنا يوجد بعض الاعلانات فقط تاخذ 3 ثواني من الوقت وتتحصل ايضا على 0.01. كما يوجد انا يعني تحصل على 0.01 فقط، يعني 0.01 احسن من 0.001 في 30 ثانية، وضغط عليها يعني جسة. اذا كنتم يعني تستعملون الادز بلوكس فمن افضل عمل ديزايبل له. اوكي، عمل بوز او ديزايبل لل يعني عمل وقف للاد بلوك في هذا الموقع لانك لن تستطيع رؤيه الاعلانات. تضغط على سوري هنا لم اوريكم، ساوريكم مره اخرى. كما تشاهدون هنا يقولون find below where is the cat is to continue، يعني هنا ابحث عن القط لتكمل، يعني تضغط فقط على القيد وتنتظر 5 ثواني لمدة انتهاء الإعلان. بعدها تقوم بعمل close وستقوم بإضافة 0.01 إلى حسابك. جد سهل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عن طريق survey. طبعا هنا لا يوجد كثيرا في الكونتري الخاصة بنا، هي الإجابة على بعض الأسئلة. هناك offers أيضا، offers يعني مهام تقوم بها، كما على سبيل المثال هنا listen to the radio and solve the captcha every 30 minutes، يعني تبقى تستمع إلى الراديو في 30 دقيقة ستتحصل على captcha تقوم بإدخالها، ويجب عليك إدخال 4 مرات هذه captcha للحصول على هذا المبلغ. يعني هي جد صعبة، ولكن بعض الأحيان يوجد بعض offers أو المهام يعني سهلة. أوكي، فقط تبحث هنا عن المهام التي تستطيع إنجازها وتقوم بعملها. اوكي، يوجد ايضا تاسك، انا من قبل
لم أستعمل أوفر ولكن استعملت التعاكس وربحت منها من قبل. هني يجب أن يكون لديك قليل من اللغة الإنجليزية، تقوم بالتسجيل في هذا الموقع الخاص كراود فلاور سكيب. هنا تقوم، هنا لا يوجد أي جوب حاليا. طبعا مشكل مع يعني الدول العربية، ولكن في بعض الأحيان والله يعني يمكنك التحصل. أنا كما قلت لكم تحصلت على عدة مهام وقمت بإنجازها وتحصلت على مبلغ يعني منها. يوجد أيضا طريقة أخرى وهي بالضغط على الجرايد. هذه هي لعبة فقط، لعبة حظ. طبعا أنا تحصلت منها على ما أتذكر يعني 0.1 دولار على ما أتذكر. فقط تقومون بالضغط عليها، عندك 30 ضغطة في اليوم كما تشاهدون. تضغطون على أي مكان، يعني يمكن أن أربح الآن بس لا ندري. أنتظر 10 ثواني. No, you have no chance today. Okay. هنا يبقى يقول لك بقية 29 فرصة للربح. نقوم بعمل كلاوز وتختار أيما. كما تشاهدون هنا الذين ربحوا يعني 0.1 0.1 0.25، يعني يمكن أن تصل حتى إلى 5 إلى 10 دولارات. هذا تحصل عليها 2-3 يعني اليوم تحصل على 10 دولار، يعني أنت وحظك. هنا إذا كنت تريد وضع إعلان لموقعك، هنا أفلييت يعني طريقة أخرى للربح. فقط تضغط على أفلييت ويمكنك الربح إذا ضغط على الإعلانات 0.02 إلى 0.1، يعني كل إعلان يضغط عليه تربح أنت منه. أيضا هنا ماي ريفيرالز، لمشاهدة الريفيرالز الخاصة بي. لدي هذا ريفيرالز لم يضغط منذ 3 أيام أو 4 أيام لست أدري. تحصلت منه على 0.0775، يعني شيء رائع. في 96 ضغطة، تخيل معي لو ضغط 1000 أكثر فسنتحصل أكثر. أيضا كيفية الحصول، أيضا يوجد هنا البانرز. إذا وضعها في موقعك تأخذ هذه البانر هكذا كوبي كولي، وضعها إذا كنت في بلوجر أو في ووردبريس، يعني فقط كود HTML تضعه في موقعك. كيفية تحصل على رابط الإحالة الخاص بك لإعطائه لأي شخص لتربح منه، فقط تضغط هنا على اسم الاكونت خاص بك. وكما تشاهد هنا هذا هو الرابط الإحالة الخاص بك. كما تشاهدون انا لدي 9 إحالات الاكتيف منها، يعني الذين باقيين يشتغلون لدي 1 من 9. مهم ستربح منهم مبلغ، كما تشاهدون انا ربحت منهم 0.7. رائع، تخيل معي لو عندك اكثر، يعني اكثر عدد كل ما كان لديك اكثر عدد كل ما كان لك حظ اوفر. يعني صحيح تقومون بأخذ هذا الرابط ووضعه لأي شخص، كما أقوم الآن بوضعه أسفل الديسكريبشن. هذا هو الموقع، موقع كليكسنس، الموقع الشهير. ولن يعني لا تخافوا أبدا، يعني ليس كالمواقع الأخرى تقوم بالتسجيل فيها، العمل فيها تعبون معها كثيرا، وبعدها موقع سبام أو منصب أو ما إلى ذلك، فتذهب تعبكم وأموالكم طبعا. أوكي، سأقوم أنا فقط بشرح المواقع الرائعة. أريد منكم أن تدعموني بسبسكرايب للقناة، هذا جد شيء سيفرحني جدا. يمكنكم مشاهدة جميع دروسي أيضا. مع السلامة، في أمان الله.